بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن المفتاح لا يفتح إلا إذا كان له أسنان. هذه الأسنان هي شروط لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا بشروط ثمانية. فأي واحد يقول لا إله إلا الله لا تنفع إلا بهذه الشروط. यदि कसैले लाइ ल भन्छ यो लाइनलाई उसले कहिले उसले नफा दिँदैन जबसम्म कि उसले आठ शर्तहरु पूरा गर्दैन. الشرط الاول العلم بمعنى لا اله الا الله وان محمد عبد ورسول. सबभन्दा पहिलो शर्त के हो कि उसले जानोस् कि لا اله الا الله محمد رسول الله को अर्थ के हो. فلو كان جاهلا بمعنى لا اله الا الله والله لا تنفع. यदि उसले यो अर्थ बुझ्दैन मान बुझ्दैन وتقدم معنا أن معناها لا إله نافية جميع معبد من دون الله إلا الله مثبت العباد الله وحده لا شريك له. لا إله كورس كي وانه دي لا إله وانه كو الله باي كوي بني شينا جو وباسنا أثوا بكر أثوا إبادة تلاقيشن را الله باي كوي بني سبته سبته معبود الله الله باي كوي بني وينه. نعم. إذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق، كل ما عبد من دون الله عبادته باطل، وأعبد الذي يستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب إذا الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله أن نعلم معنى لا إله إلا الله. نعم. पहिलो शब्द के भने हामीले कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ले अर्थ बुझ्छ. الثاني الصدق ان يكون صادق في قول لا اله الا الله لان المنافق نسال الله عليه السلام كاذب عندما يقول لا اله الا الله. दोस्तों शर्त के हो कि ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भन्नुमा जसले उनी जरुरी छ कि सत्य का साथ र सच्चाई साथ उसले यो मूलमन्त्र पढोस्. किनभने यदि कसैले यो मूलमन्त्र पढ्छ र उसले उसको मनमा झूठ नियत हुन्छ وكذلك الإخلاص إنه لا يمكن أن يرائي في لا إله إلا الله أن يخلص ولا يشرك لأن الشرك يبطل العبادات كلها. تسر تسريني تسر شرط كيو إخلاص دلي من جاتوا نمرة من جدلي يبني تسر شرطه كنا من جسل إخلاص سيد الله كي بعد غيرنا جسل كي بعد مقبول دين برباد من جد. يعني يقول لا إله إلا الله ويذبح لأصحاب القبور لا تنفع لا إله إلا الله. جسر كي قصيلة لا إله برصة ترى إخلاص ترى الله كي بعد غيرنا يا فير إبادة جسر ترى الله سات أروكو لاقي وسط بعيد عن دين سر يا الله أروكو لاقي وسط نماذج برصة اللي كي بني فائدة بري دينه. والقبول لابد يقبل كل ما جاء به الله وجاء به رسول عليه الصلاة والسلام ولا يرد شيئا. لو رد حرف واحد آية واحدة لا تنفع لا إله إلا الله. جوز شرط كي وجه قبول قبول يعني الله تعالى لي أخبر رسول معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم جي بني لأول بحثة في سوية لي معنو نتس كو بني بني لفظ حرف كو إنكار نغنو يدي بس هي بني يورا لفظ أثوى يورا حرف كو بني إنكار نغنو تس لي لا إله إلا الله رحمه صلى الله عليه وسلم كي بني فائدة قرأ دينه. ولابد من الانقياد لابد أن يعمل. نعم ولا يترك العمل. त्यसैले गरी आफूले सम्पूर्ण गर्नु अल्लाहको अगाडि हो. यसको अर्थ के हो भने अल्लाहले जे पनि भन्नुभएको छ त्योमाथि अमल गर्नु र अल्लाहको आज्ञा पालन गर्नु. نعم وكذلك لابد من المحبة يحب الله ولا يحب أحد مع الله فلو أحب الأولياء أو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام محبة مساوية لمحبة الله والله لا تنفع لا إله إلا الله. كيف يقول لا إله إلا الله ما ديه الله سيد محبة الله الله كما يقول رأيو ما يا الله كلا كي ما تقول زوري سيد يدي كسيلة الله سنع أرو لا يبني ما يقول سيد أرو مرمى رتي ترجع ما سيد يسير ما يقول سيد أرو كلا كيو كيف يسوع عليه وني لا إله إلا الله مندوس لا بدل له مسلي كل يبني فائدة كل يدين. نعم. إذا لابد أن يحب الله سبحانه وتعالى. طيب أين محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ملائكة نحبهم لكن تحت محبة الله لأن الله أمر بحبهم. تسأل الله كلاكي ما ترى الله كما يا الله كلاكي ما ترى سبحانه ما يكبر ضروري شيء. ترى يا يورا فرسنا وسبحانه كي يدي الله كلاكي ما ترى ما يكبر نهونه أنبياء كوا ما يا محبة يا ولي الله محبة يكاد أن سبحانه.
इसको दर्जा के हो? इसको दर्जा अल्लाह को मोहब्बत पछि आउँछ। अल्लाह को मोहब्बत जस्तै अल्लाह को माया जस्तै माया अरूले नगर्ने। نعم كذلك لابد من شروط لا إله إلا الله أن يكفر بما يعبد من دون الله، لابد أن يكفر بالطاغوت، فإن لم يكفر بالطاغوت ويكفر بما يعبد من دون الله هذا ليس موحد، لا تنفع لا إله إلا الله. كسيغني لا إله إلا الله الله باك جدي بني جدي بني إشور بغوان جسدي مان سنة بلسان أصبح مستوى باسا قرسان تي سبني لأي دوتكار نالتوا إنكار قرن ضروري سنة يدي بسيدي ولا بد من اليقين، يعني لا يشك 1% أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، لو شك طرفة عين لا تنفع لا إله إلا الله. نعم. الله اليقين وضده الشك، يعني لا يشك في انفراد الله سبحانه وتعالى بانواع التوحيد الثلاثة، ولا شك في ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فلو شك 1% لو شك طرفة عين لا تنفع لا اله الا الله. تسيغري لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم يو بسواس لا اصلا ولا بني ضروري سام كي الله اصلا ولا ضروري كي الله لا تيس بي بنو ماتشرا نبي صلى الله عليه وسلم تيس بي بنو يدي كوسيل سوي برسي سوي برسي سوي برسي نعم. إذا لابد من أن نحقق هذه الشروط حتى تنفعنا لا إله إلا الله. فهناك من يقول لا إله إلا الله ولا تنفع. كان يقول لا يعرف معناها. وإذا كان لا يعرف معناها معنى هذا أنه لا يعمل بها. أو كان يقول لا إله إلا الله ويشرك بالله. أو يقول لا إله إلا الله وهو غير موقن شاب. أو يكذب في قول لا إله إلا الله. أو يقول لا إله إلا الله ولا يعمل بها أصلا. أو يرد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء به الله سبحانه وتعالى. أو يقول هؤلاء الكفار أنا لا أدري هم كفار أو لا، عبادتهم حق أو لا، هذه الآلهة حق أو لا، أنا لا أدري أنا لا أعرف. अथवा भन्छ कि यी काफिरहरूको यी काफिरहरू कुफार हुन् मैले थाहा छैन, अथवा यी भगवान्हरू जसले यी काफिरहरूले पुज्छन् यिनीहरू सत्य हुन् कि हुन् हुँदैन सत्य हुन् कि असत्य हुन् मैले थाहा छैन भनेर भन्छ भने यसले पनि लाइदार मनुष्य पढ्नेले फाइदा पुऱ्याउँदैन। वल्लाहु अअलम। अल्लाह सबैको हुन्छ।